انتقد المسؤول في منطقة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف الموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية، وقال إن القرارات الأخيرة تؤكد أن الإدارة الأمريكية ماضية في شطب حقوق الشعب الفلسطيني. الأمر الأساسي التي تتطلع إليه الإدارة الأمريكية أولا فيما يسمى صفقة القرن هي تأتي في سياق شطب الحقوق الفلسطينية. أعلن الرئيس ترامب عن القدس عاصمة الاحتلال وهو لا يملك هذا الحق، وخارج إطار كل قرارات شرعية دولية وغير دولي في محاولة شطب القدس أن تكون عاصمة أبدية لدولة فلسطين، وستبقى هذه القدس هي العاصمة لدولة فلسطين.